مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا. شوطنا الثامن يحمل تحديات فئة الجعدان. اللقاية المسافة هي أيضا 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة نبدأ مع المركز الأول. المارد من يتقدم مع المركز الأول؟ أحمد بن حميد بن دويس الشامسي يأتي على الصدارة، يأتي على المركز الأول. المركز الثاني الوصولي مع المركز الثاني ليجد شعار بن معدن حاضر مع النصر. عبد الله بن راشد بن معدن الاكتبي يقدم لنا النصر على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم بهذه اللحظات من قبل الأسامي القادمة لمنصور المحمايد بن منصور بالهندي المهيري يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم مشاكل. المركز الثالث الوصول مع الشعار طحان سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد يقدم لنا طحان على المركز الرابع. المركز الخامس شعار الرزي خالد بن خليفة الرزي الشامسي قادم مع انطلاقة المركز الخامس. هذه الأسماء المتقدمة والشعارات الحاضرة بالتحدي المميز وبالانطلاق الذي يبحث عن الجميع الفوز مع انطلاقة المارد. من يتقدم على المركز الأول؟ يقدم المارد. أحمد بن حميد بن دويس الشامسي يأتي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط مع البداية الأولى. المارد بدأ بالتمرد. المارد مع المركز الأول. المركز الثاني القادم ومتسلل للنصر عبد الله بن راشد بن معدن الاكتبي يأتي مع النصر مع المركز الثاني. والمركز الثالث القادم على المركز الثالث لمايد بن منصور بالهندي المهيري مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع شعار متميز بن رشيد قادم الدكتور علي بن سلطان بن رشيد وسلطان بن علي بن رشيد يقدم لنا طحان. ولكن بن دويس روح بن دويس راح مع المارد. مع المارد ابناء العيد حاضرين حاضرين يبحث عن النقطة الثانية. النقطة الثانية معك يا بن دويس. ابناء ميدان مراقط يحتفلون مع الفوز والانتصار. يستاهلون الفوز يستاهلون الانتصار مع المركز الاول مع الانتصار. سلام 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 يا ابناء العين سلام. هنا احمد بن حميد بن دويس الشامسي العصاقوس العصاقوس. شوف يا ابو مصر شوف الاداء شوف الاداء هناك مع البدايه. شوف وراقب الاداء بالفعل. المارد تمرد. المارد بالامتار الاخيره بالامتار الاخيره. والعصاقوس العصا كنها تسلم على الغارب الاصيل هنا مع البدايه. باعد المسافه باعد المسافه من الهباب الى العين مباشره مرورا ايضا بالفقع والفوعه والعين. سلام سلام إلى ميدان مراقط الفوز. هنا أبناء ميدان مراقط ليس الغريب عليك يا بن دويس الفوز والانتصار. تعرف طريق النواميس مع الشعار المتميز. هنا بن دويس أحمد بن حميد بن دويس الشامسي والسلام السلام أيضا. هناك إلى ميدان مراقط للمرة الثانية على التوالي. سلام 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 سلامي على الفوز. شوف يا ابو مسفر الاداء والتوقيت الاداء المميز التوقيت المميز بالفعل في تحديات اللقايه التي المركز الثاني. هناك اللي وصل لعبد الله بن راشد بن معدن. المركز الثالث اللي وصل لمايد بن منصور بالهندي. التوقيت 4:37 توقيت المارد التوقيت المميز والافضل في سن اللقايه. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. احمد بن حميد بن دويس الشامسي تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار.